رد عليا، خد ودي معايا في الكلام. انت عارف ان اول ليله في السجن بتبقى كئيبه، ما ضيعش وقتها غير اللت والعجن، وانا عمال لت واعجن معاك وانت ولا هنا، قاعد وباصص في السقف ولا اكني في حد معاك. لغيني، عبرني، قولي الكلام الدش اللي انا بقوله ده كله هجايص. انت زعلت عشان انا جيت عليك؟ بس ده مش ذنبي والله، مش ذنبي. ما انت عارف الراجل مننا اللي عارف هيموت فين ولا في اي زنزانه هيترمي. صحيح الكلام يعني اللي بقوله لك ده كلام ناس طيبين يعني. ايه؟ مين؟ بتقول حاجه؟ سمعت كده زي ما اكون بتقول حاجه يا راجل. الله يخليك. ونستك ازاي بس؟ دي الزنزانة اللي متونسة باللي فيها. مش كده؟ طيب تصبح على خير بقى باشا. انت صدعتني بكلامك الكتير بصراحة. واحنا هنقضي الـ4 سنين كده ولا ايه؟